الانتصار ومهدت لكل هذا الانتصار الرائع. في الرابع عشر من أكتوبر عام 1973 وقعت معركة المنصورة الجوية، والتي كانت ضمن أحداث حرب أكتوبر، حين حاولت القوات الجوية الإسرائيلية تدمير قواعد الطائرات بدلتا النيل لكي تحصل على التفوق في المجال الجوي، بما يمكنها من التغلب على القوات الأرضية المصرية. ولكن تصدت لها الطائرات المصرية، وكان أكبر تصد لها في الرابع عشر من أكتوبر بمدينة المنصورة في أكبر معركة جوية بعد الحرب العالمية الثانية. يصبح هذا اليوم بعد ذلك عيدا سنويا للقوات الجوية المصرية. لواء طيار أركان حرب عبد المنعم إبراهيم همام. في الحرب كنت نقيب طيار في قاعدة المنصورة الجوية في اللواء الجوي 104 السرب 46 قتال. والحقيقة المهمة دي كانت مهمة، يعني مهمة مفرحة ومبهجة، ان انت يعني مشارك في اول طلعة جوية ضد اسرائيل. الفرحة والبهجة التانية ان انت اللي بتأمن طيارات اللي هي راجعة بتعدي من تحتيك كلها راجعة من سيناء بعد ادائها المهمة وراجعة لقواعدها سالمة. بعد ما خلصنا المهمة بتاعتنا وطيارات نزلت وصلت المطارات ونزلت بالسلامة كلها، بدأنا نرجع احنا لمطار المنصورة. مجرد ما دخلنا فوق مطار المنصورة لقينا صاروخ معدي بيني وبين الرائد سمير عزيز بالحجم الطبيعي. ايه ده ايه ده ايه ده ده التعبير بتاعه اللي قاله. ايه ده ترى بعد في صاروخ بيضرب علينا، في صاروخ بيضرب علينا. قال لي انا ايه ده ايه يا جماعه في ايه؟ فمكلم المراقب، يا جماعه في ايه؟ اتاري المراقبه بتوع العمليات سالوها طيارات الضربه رجعت، فقالت لهم رجعت، بتكلم على الطيارات اللي كانت في الضربه، احنا كنا طيارات الحمايه. فقالوا لهم خلاص يبقى الدفاع الجوي فري. فالدفاع الجوي لقى طيارات داخله فوق المطار، قال لك يبقى دي خلاص، يبقى دي طيارات معاديه جايه وراهم. فبدا يضرب علينا الصواريخ، ضرب علينا ثلاث صواريخ الحقيقه. بس الحظ ان لما بلغنا ايه ده ايه ده والمراقبه ولحقت، المراقبه بلغت العمليات، فاعاد توجيه الصواريخ ثاني بحيث انها ما تبقاش عامله لوك اون علينا. يعني ده الكلام ده سمعناه من قائد لواء الدفاع الجوي بالليل بعد ما نزلنا المنصورة. فكانت من الحاجات اللي يعني عارف انت احتفالية لبدء العمليات. انت بدأت العمليات اهي العمليات، شفت العمليات الحقيقية دي، ده الدفاع الجوي بتاعنا المصري يعني كان بيعمل لنا تحية خاصة. بس دي كان يوم لا ينسى طبعا، يعني التشكيل كله اللي كان معانا يعني. والله احنا كان في طبعا عايز اقول لك في حماسة عالية جوه الشباب ده، شباب كله صغير فاير عايز يعمل حاجة. في ناس معاه أمثلة ضربت طيارات وحققت نجاح مع في معارك جوية، والناس دي موجودة حية انت شايفها. يعني اذا الموضوع مش صعب، الموضوع محتاج ان انت تبقى مركز، تبقى متدرب كويس، تبقى عارف هتعمل ايه. وده اللي كان شغلنا كلنا، يعني كله بيتسابق وعايز يضرب زيور. طبعا اطلع مع فلان، انا عايز اطلع مع مش كده يعني الطلعات دي. فبيبقى عليها تنافس شبابي جميل. هو ده اللي خلانا مستمرين في السرب ده وفي الحرب
احنا الحمد لله انا استمرت في الحرب لحد نهايتها، والسرب 46 ما فضلش فيه الا 6 طيارين دفعتي هم اللي كملوا الحرب لحد نهايتها. لكن تتخيل هذا، يعني بقى يجينا ناس دعم من بره، انما اللي عايز اقول اللي شال الحرب في السرب 46 هو دفعتي اللي هم كان شباب صغير ده ومتحمس. كنا بنطير نمر 4 في التشكيل في اول الحرب، لقيت نفسك في يوم 16 انت قائد تشكيل ليدر فينجر 4، يعني وانت وطالع تأدي مهمة عمليات وانت ليدر فينجر 4 في يوم 16. فطبعا في اداء كان يعني حماسي عالي، وهم دول اللي شالوا كل الحرب على كتافهم في السرب. الحقيقه يعني السرب بيجي من الميس، احنا عارفين بقى مين الفينجر فور الاولاني، مين التاني، مين التالت، مين الرابع كده يعني. فاللي راحوا على الحلقة الأولى راحوا، والحلقة الثانية في الطيارات جنب الطيارات، والحلقة الثالثة في السرب، والحلقة الرابعة قاعد لما يطلع أول واحد عشان انت بقى ايه تخش لما ثلاثة تبقى تبنين كده يعني. فاحنا كنت التشكيل الرابع حاجة زي كده، فايه قلنا ريح بقى، أول ما توصل روح الاستراحة بالليل تريح، الصبح تروح مع قبل أول ضوء بنروح الاستراحة. فكنت مريح في الاستراحة نايم، لقيت سمير عزيز بيصحيني بيقول لي همام 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 يا اخويا اصحى احنا بنضرب يا حبيبي، الحرب بدأت احنا بنضرب يا همام. فطبعا يعني عارف انت واحد تونه كده واخد الامور بفكاهة وبدون تنشنة، وفعلا كانت الطيارات بتضرب بره، مش بيهزر، كانوا بيضربوا اللي كان يوميها ضربوا، بس الضرب بتاعهم طلع يعني اي كلام يعني، ما اثروش الا بعض الكابلات الاناره خلت المطار لا يصلح لليلي، وده يوميها اللي خلانا طلعنا من المنصوره قبل اخر ضوء، رحنا شبرخيت عشان نمسك ليلي من هناك، نمسك طوارئ ليلي من شبرخيت، ودي ليها قصه ثانيه حصلت بقى، لانها ليلتها ما عدناش في شبرخيت، بيتنا في بني سويف. والله هو يوم 7 ده كان يوم ظريف يعني، زي ما بدا مع سمير عزيز وبيصحيني بقوم عشان احنا بنضرب يا همام. فجينا بعد المطار اصبح غير صالح ليلي، واحنا السرب المسؤول عن الحمايه الليليه بنمسك طوارئ ليلي، فقالوا لنا تطلعوا قبل اخر ضوء بنص ساعه بحيث نكون في شبرخيت ليلي، ننزل ليلي في شبرخيت يعني، شبرخيت صالح ما تأثرش ليلا يعني. فطلعت انا وكان الحسن صقر والأباني الله يرحمه وانا، كنت نمرة 3. فطلعنا من المنصورة ورحنا على نزلنا شبرخيت. المهم نزل حسن والأباني وانا، وبدأنا نقين طيارات حطناها عند اول الممر قدام الدشم اللي هناك على اساس نبقى طوارئ يعني. هناك في قدام كل دشمه كده منطقه عمل كونكريت يعني بنحط الطياره عليها. فاحنا اول طياره نزلت كان حسن صقر، فبداوا مونوها وجهزوها، وكان الطياره الثانيه أباني كانوا مشغلين عليها، وانا كنت انا لسه نازل ونزلت وعملت انجن اوف وايه ونازل من الطياره، لقيت حسن صقر بيند عليا همام همام سكرامبل ايه. فقمت رايح جري على طيارته هو اللي جاهزه، انا طيارتي لسه نازل منها. فقمت رايح جري على طيارته هو اللي جاهزه، طبعا كان هو حاطط لبسه عليها يعني، كان سايب لبسه عليها والهلمت والماسك والكلام ده. فقمت مديهم للميكانيكي بسرعه
ونطيت انا في الطياره وقعدت اظبط الايه الهارنس والكلام ده علشان اظبط الطياره على عليا يعني مقاس. وطلعت عملت كف وطلعت، فافتكرت ان في حاجه تهديد يعني ليلي حصل ما دام طالع سكرامبل يعني. المهم اقلعت ببلغ بسال التوجيه الارضي، بتطلع بتتصل تحول على التوجيه الارضي يعني يا كذا اسم كودي بتاعه يعني ايربورن همام ايربورن وكده يعني. فقال لي طيب اوكي بروسيد، ما ادانيش اي معلومه يعني بروسيد ايه. انا طالع واخد طبعا 090 ومتوجه بقى على ناحيه الجبهه، في اكيد في حاجه يعني. المهم بعد شويه لقيته اداني اتجاه 180، فخدت اتجاه 180 وقلت لا يبقى دي في حاجه على القاهره، انت ده نازل 180 نازل على مصر على القاهره نفسها. يا دوبك خدت اتجاه 180 ومكمل، وبعد شويه لقيت اباني طلع ورايا، اباني ايربورن الاخر واخد نفس الاتجاه، وشويه وحسن صقر طلع، بين احنا الثلاثه في الجو واخدين اتجاه 180 وصلنا عدينا القاهرة. لأن القاهرة قال لك لا ما فيش حاجة في القاهرة، كملوا على طول continue 180. كملنا لحد ما قلت له احنا رايحين، كان لي اسم كودي يعني بن سويف، قلت له احنا رايحين كذا، قال لي ايوه فندم. قلت له طيب اوكي. دخلت على، انا فاكر طبعا بن سويف لان احنا كنا بنعمل تدريبات مشتركة معاهم وبننزل عنده هناك فيعني حافظ المنطقة يعني. المهم هو المطار لقيت قائد اللي هو مظلم قافل كل حاجة، قافل البيكونز وقافل الإدارة ومفيش حاجة منورة ولا أي حاجة، أنت في صحراء مفيش حاجة. فالمهم جيت فوق المطار شفته بالرؤية العين يعني، ده الممر تقريبا في الحتة دي كده يعني. فقعدت فتحت الافتر برنر وعملت الدوران فوق المطار علشان اباني وحسن صقر يشوفوا مكانه فين بقى ما يدخوش هما كمان. المهم خلصت وجاهز للنزول ونزلت العجل وبدات ايه انزل، فلان جاهز للنزول اوكي كونتينيو، وفلان خلاص في الشورت فاينل يعني. شويه لقيت تن الممر بينور شمالي بالظبط يعني، في فرق 45 درجة ما بين الاتجاه اللي انا كنت متخيل ان ده الممر ونازل عليه، وده تاني نازل في مزارع وغيط شكله زي الممر، والممر منور في شمالي. عملت سيرن بسرعة يعني على ارتفاع 150 متر ورديت تاني، والمهم ايه لكل الكلام ده ليلي. ونزلت في المطار، اول ما نزلت عملت تاتش داون امتن طفي الانوار، يا عم في ايه واحد، طب هنروح فين يعني بمنظر تاني. هو الحقيقه كان يعني قائد لواء مدي تعليمات شديده وعنيه، محدش الاناره التاتش داون اطفي كل حاجه تطفي. المهم فانا عشان يعني فاكر بالتقريب، مش بالتقريب عارف فين الترمك يعني اللي كنا بننزل عليه. المهم نشغل التاكسينج لايت واللاندنج لايت في الطياره، ماشي بيهم واحده بواحده كده، ولحد ما دخلت خرجت بره الممر ودخلت رجعت على السبرن واي وراجع، وبعدين دخل على منطقه الايه الترمك اللي انا عارف الترمك مكانه فين يعني. فداخل عليه وانا ببص شمالي كده ومركز في الارض، لقيت تن انوار نورت مره واحده قدامي، اتاري هليكوبتر يا عيني فيها العساكر جنود مصريين متحملين في هليكوبتر، ثلاثه هليكوبتر كانوا واقفين على الترمك مستنيين عشان يعملوا اير فيول ويكملوا عشان هيطلعوا مهمه ابرار ليلي يعني. ومسكت فرامل وقفت مكاني، وشويه بقى لازم حد يكون بيشاور لك بالليل، لازم حد بالكشاف يشاور لك تقوم تروح على المكان بتاعه عشان تقف في الحته اللي هو بيوجهك ليها يعني. فين لقيت واحد بيشاور لي في اخر الدنيا هناك مش كشاف وبتاع. المهم خدت بعضي ورحت على عنده وقفت وقفلت الطياره، وبعدين نزل حسن صقر ونزل اباني ورايا والكلام ده وايه، وجينا احنا الثلاثه، جالنا قائد اللواء
مين احدث واحد؟ قلت له انا يا فندم. قال لي انت هتضرب فليرز؟ اشتربت قنابل ليلي؟ قلت له ايوه يا فندم. ضمي؟ قال لي ضمي من انا ما كناش ضربنا ليلي قنابل ليلي، احنا التدريبات كلها كده ضمي يعني، انما ما عملناش تدريب لايف بالقنابل الليلي. مش مهمتنا ان احنا نعمل ايرتو جراوند ليلي دي، المهم انها مهمه المقاتلات القاصفه يعني. بس فقال انت هتضرب فليرز وواحد واثنين هيضربوا قنابل. قلنا له اوكي. قال يلا روحوا اتعشوا وارتاحوا، وانا لما قبل الميشن بساعتين هجيبكم اعمل لكم تلقين كامل يعني. قلنا له اوكي. بس رحنا بقى الاستراحة مس الطيارين، لقينا طبعا الطيارين هناك بيبص علينا هو مدرب والله انا مش عارف يا ابني عسكري شوف ياكلوا ايه شوف يشربوا ايه، في حفاوه بالمنظمينه يعني. كان فبني قال لي احنا طالعين طالعه انتحاريه باين علينا، الناس دي ما بتعملش كده لله. بس فكان يعني يوم يعني شائق يعني. المهم خلصنا ورحنا على الاستراحه، وبعدين قال لنا بقى لازم كلكم تتوضوا وتصلوا علشان احنا هنطلع طلعه كلها انتحاريه. كلام كده منظره كده، ده الاباني الحقيقه. بس استحمينا وصلينا وقعدنا فضلنا قاعدين نستنى ان حد يكلمنا، ما حدش كلمنا. نمنا الصبح صينا على صوت سرينا الغارة جوية. قمنا جاري ندور على طياراتنا ما لقيناهاش. اتاري الراجل قائد منوب لما شاف طيارات موجودة على الترمك بالليل قام واخدها موديها عامل لها ديسبيرسل في منطقة دشم التيو بعيدة عن الترمك، وده تفكير منطقي يعني، الراجل بيأمن طيارات يعني. عملها انتشار في مناطق اللي هي بتاعت التيو، وبعدين قعدنا ندور عليها لما جبناها في الاخر وخدنا بعضنا الصبح وطلعنا رجعنا على المنصورة يوم 8. كان ايه اصلا المهمة فن؟ والله اعتقد انها كانت مهمة في سيناء، بس ايه مش عارف يعني، في حاجة في سيناء بس واضح انها اتنفذت بطريقة اخرى يعني. يعني كان في يعني احنا ننفذها يتنفذ بطريقة تانية أخرى يعني، فأعتقد أنها نفذت بطريقة أخرى يعني، لأن ما يجيبكش بالليل من فجأة من شبرخيت وانت موجود قاعد جاهز لليلي لتأمين منطقة الدلتا، انت الوحيد اللي بتأمن الدلتا، فعشان يجيبك من هناك لبني سويف ويبدأ يحدد مين هيعمل ايه ومين هيعمل ايه في التشكيل ده، يبقى اذا في مهمة كانت مهمة ومطلوب تنفيذها على هدف مهم. فبالتأكيد اتنفذت بطريقة اخرى يعني. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.